قال الأوزاعي للمنصور في بعض كلامه: يا أمير المؤمنين، أما علمت أنه كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يابسة يستاك بها ويردع بها المنافقين؟ فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، ما هذه الجريدة بيدك؟ اقذفها، لا تملأ قلوبهم رعبا. فكيف من سفك دماء المسلمين وشقق أستارهم وانتهب أموالهم؟ إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، دعا إلى القصاص من نفسه بخدشة خدشها أعرابيا من غير عمد. فقال له جبريل عليه السلام: إن الله لم يبعثك جبارا تكسر قرون رعيتك. يا أمير المؤمنين، لو أن ثوبا من النار نشر على ما في الأرض لاجتثه، فكيف بمن يتقمصه؟ ولو أن ذنوبا من النار صب على ما في الأرض لاجتثه، فكيف بمن يتجرعه؟ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب، فكيف بمن يسلسل فيها ويرد فضلها على عنقه؟ ودخل بعض العقلاء على سلطان فقال له: إن أحق الناس بالإحسان من أحسن الله إليه، وأولاهم بالإنصاف من بسط يديه بالقدرة. فاستدم ما أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من الحق. ولما دخل زياد على عمر بن عبد العزيز قال: يا زياد، ألا ترى ما ابتليت به من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال زياد: يا أمير المؤمنين، والله لو أن كل شعرة منك نطقت ما بلغت كنه ما أنت فيه، فاعمل لنفسك في الخروج مما أنت فيه. يا أمير المؤمنين، كيف بك غدا وقد سئلت عن هذه الخلائق أجمع؟ يا أمير المؤمنين، كيف حال رجل له خصم ألد؟ قال: سيء الحال. قال: فإن كان له خصمان ألدان؟ قال: أسوأ الحالة. قال: فإن كانوا ثلاثة؟ قال: لا يهنئه عيش. قال: فوالله ما من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو خصمك. قال: فبكى حتى غشي عليه، وحتى تمنيت أن لا أكون قلت له ذلك. وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، إنما الدنيا سوق، فمنها خرج الناس بما ربحوا فيها لآخرتهم، وخرجوا بما يضرهم. فكم من قوم غرهم مثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت، فخرجوا من الدنيا مرملين لم يأخذوا من الدنيا للآخرة، فاقتسم مالهم من لا يحمدهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم
فانظر إلى الذي تحب أن يكون معك فقدمه بين يديك حتى تخرج إليه، وانظر إلى الذي تكره أن يكون معك إذا قدمت فابتغي به البدل حيث يجوز البدل، ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على غيرك ترجو جوازها عنك يا أمير المؤمنين. افتح الأبواب وسهل الحجاب وانصر المظلوم. وحضر رجل بين يدي بعض الملوك فأغلظ له السلطان، فقال له الرجل: إنما أنت كالسماء، إذا أرعدت وأبرقت فقد قرب خيرها. فسكن غيظه وأحسن إليه. ولما نظر مالك بن دينار إلى المهلب بن أبي صفرة يجر أذياله ويتبختر في أثواب خيلائه ناداه أن ارفع من ثيابك، فقال له المهلب: أوما تعرفني؟ قال له مالك: بلى، إني أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. ويروى أن رجلا قال لعبيد الله العمري: هذا هارون الرشيد في الطواف قد أخلي له المسعى. فقال له: لا جزاك الله عني خيرا، كلفتني أمرا كنت عنه غنيا. ثم جاء إليه فقال له: يا هارون. فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم. قال: كم ترى هاهنا من خلق الله؟ فقال: لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فقال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم، فانظر كيف تكون. قال: فبكى هارون وجلس، فجعلوا يعطونه منديلا منديلا للدموع. ثم قال له فيما قال: إن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن أسرع في مال المسلمين؟ فيقال إن هارون كان يقول بعد ذلك: إني أحب أن أحج في كل عام، وما يمنعني من ذلك إلا عبيد الله العمري. ويروى أن الحسن بن محمد بن الحسين رضي الله عنهم دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له: يا عمر، ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. فقال له عمر: إيه، أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. وجثى على ركبتيه. فقال الحسن: من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه الوفود من كل بلد، فوفد عليه الحجازيون، فتقدم منهم غلام للكلام وكان حديث السن، فقال له عمر: لينطق من هو أسن منك؟ فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، وعرف فضله من سمع خطابه. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك. فقال: صدق، قل ما بدا لك. فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة.
وقد أتيناك لمن الله الذي من علينا بك، ولم يقدمنا إليك رغبة ولا رهبة. أما الرغبة فقد أتيناك من بلادنا، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال له عمر: عظني يا غلام. فقال له: أصلح الله أمير المؤمنين، إن ناسا غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك، فتزل بك قدمك فتلحق بالقوم، فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالح هذه الأمة. ثم سكت. فسأل عمر الغلام عن سنه، فإذا هو ابن 11 سنة. ثم سأل عن فإذا هو من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فتمثل عمر عند ذلك فقال: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. وروي أن أعرابيا قام بين يدي سليمان بن عبد الملك وقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله إن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. قال: هات يا أعرابي. قال: سأطلق لساني بما خرست به الألسن أداء لحق الله ولحق أمانتك، إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، وابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك. فأعظم الناس غبنا يوم القيامة من باع آخرته بدنيا غيره. فقال له سليمان: أما أنت فقد نصحت، وأرجو أن الله سيعيننا على ما قلدنا، وقد جردت لسانك فهو سيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين، وهو لك لا عليك. وقال ابن أبي عروبة: حج الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة، ودعا بالغداء وقال لحاجبه: انظر من يتغدى معي واسأله عن بعض الأمر. فنظر نحو الجبل فإذا هو براع بين سخلتين نائم، فضربه برجله وقال له: ائت الأمير. فأتاه، فقال له الحجاج: اغسل يدك وتغد معي. فقال: دعاني من هو خير منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: الله تعالى دعاني إلى الصيام فصم. قال: في هذا الحر الشديد؟ قال: نعم، صمت ليوم هو أشد منه حرا. قال: فأفطر وصم غدا. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى الغد. قال: ليس ذلك إلي. قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ قال: لأنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ، ولكن طيبته العافية. ولما حج هارون الرشيد بعث إلى مالك بن أنس بكيس فيه 500 دينار، فلما قضى نسكه وانصرف ودخل المدينة، بعث إلى مالك بن أنس أن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلى مدينة السلام. فقال للرسول: قل له: إن الكيس بخاتمه. وقال الرسول عليه السلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال وهب بن منبه:
إن ملكا كان يفتن الناس ويحملهم على أكل لحم الخنزير، فأتي برجل أفضل أهل زمانه، فأعظم الناس مكانه وهالهم أمره، فراوده على أكل لحم الخنزير فلم يفعل، فرق له صاحب شرطة الملك فقال له: أنا آتيك بجدي تذبحه مما يحل لك أكله، فإذا دعا الملك بلحم خنزير أتيتك به، ففعل. ثم أتي به إلى الملك فدعا بلحم الخنزير، فأتى صاحب الشرطة بذلك الجدي فأمر به الملك أن يأكله الرجل، فأبى الرجل أن يأكله، فجعل صاحب الشرطة يغمزه أن يأكله، فأبى الرجل أن يأكله، فأمر الملك صاحب الشرطة أن يقتله، فلما ذهب به قال: ما منعك أن تأكل وهو لحم جدي ذبحته أنا لك؟ أظننت أني جئت بغيره؟ قال: لا، قد علمت أنه هو، ولكني خفت أن يفتن الناس بي، فإن أكرهوا على أكل لحم الخنزير قالوا قد أكله فلان فيستن بي، فأكون فتنة لهم، فقتل رحمه الله. واستأذن أبو دهمان على بعض الأمراء فحجبه، ثم أذن له، فلما دخل قال: إن هذا الأمر الذي صار إليك قد كان في يدي غيرك، فأمسوا والله حديثا، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر ولين الجانب وتسهيل الحجاب، فإن حب عباد الله موصول بحب الله، وبغضهم موصول ببغضه، لأنهم شهداء الله على خلقه. ولما دخل محمد بن واسع سيد العباد في زمانه على بلال بن أبي بردة أمير البصرة، وكان ثوبه إلى نصف ساقه، فقال له بلال: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ فقال له ابن واسع: أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم، فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة. وأما أنا فلما دخلت على ملك مصر قلت: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد السلام على نحو ما سلمت ردا جميلا، وأكرم إكراما جزيلا، وأمرني بدخول مجلسه، وأمرني بالجلوس فيه، فقلت: أيها الملك، إن الله سبحانه وتعالى قد أحلك محلا عاليا شامخا، وأنزلك منزلا شريفا باذخا، وملكك طائفة من ملكه، وأشركك في حكمه، ولم يرضى أن يكون أمر أحد فوق أمرك، فلا ترضى أن يكون أحد أولى بالشكر منك، وأن الله تعالى قد ألزم الورى طاعتك، فلا يكونن أحد أطوع لله منك، وأن الله تعالى أمر عباده بالشكر، وليس الشكر باللسان ولكنه بالفعال والإحسان. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، واعلم أن هذا الملك الذي أصبحت فيه إنما صار إليك بموت من كان قبلك، وهو خارج عن يديك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما خولك من هذه الأمة، فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن النقير والقطمير والفتيل. واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد آتى ملك الدنيا بحذافيرها سليمان بن داود عليهما السلام، فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم
وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع، فقال له: هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. فوالله ما عدها نعمة كما عددتموها، ولا حسبها كرامة كما حسبتموها، بل خاف أن تكون استدراجا من الله تعالى ومكرا به، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فيا أيها الملك افتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم، أعانك الله على ما قلدك وجعلك كهفا للملهوف وأمانا للخائف. وكتب حكيم إلى حكيم: أني سائلك عن ثلاثة أشياء، إن أجبت عنها صرت لك تلميذا، أي الناس أولى بالرحمة؟ ومتى تضيع أمور الناس؟ وبما تتلقى النعمة من الله تعالى؟ فكتب إليه أن أولى الناس بالرحمة ثلاثة: البر يكون في سلطان الفاجر، فهو الدهر حزين لما يرى ويسمع، والعاقل يكون في تدبير الجاهل، فهو الدهر مغموم، والكريم يحتاج إلى اللئيم، فهو الدهر خاضع له ذليل. وتضيع أمور الناس إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه، وتتلقى النعمة من الله تعالى بكثرة شكره ولزوم طاعته واجتناب معصيته. فصار ذلك الحكيم تلميذا له إلى أن مات. وقال يحيى بن سعيد: حج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز، فلما أشرفا على عقبة عسفان نظر سليمان إلى السرادقات قد ضربت له، فقال له: يا عمر كيف تراه؟ قال: أرى دنيا عريضة يأكل بعضها بعضا، وأنت المسؤول عنها المأخوذ بها. فبينما هما كذلك إذ طار غراب من سرادق سليمان وفي منقاره كسرة، فصاح، فقال سليمان: ما يقول هذا الغراب؟ قال عمر: ما أدري ما يقول، ولكن إن شئت أخبرتك بعلم. قال: أخبرني. قال: هذا غراب طار من سرادقك في منقاره كسرة، أنت بها مأخوذ وعنها مسؤول، من أين دخلت ومن أين خرجت؟ قال: إنك لتخبرنا بالعجائب. قال: أفلا أخبرك بأعجب من هذا؟ قال: بلى أخبرني. قال: من عرف الله كيف عصاه؟ ومن عرف الشيطان كيف أطاعه؟ ومن أيقن بالموت كيف يهنيه العيش؟ قال: لقد غثثت علينا ما نحن فيه. ثم ضرب فرسه وسار. والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.